جيهان بينه، لا شاه جيهان اللي هي سعادة مستشار علي ابراهيم بن هندي، شاه جيهان الحسني نعم، هذه بعد عنده وبينه بعد عنده، فافضل الحظوظ يعني مثل ما تقول عند المدرب هلال في هذا الشوط. طيب قلنا مشاهدينا كان مريج الغربيه لسهيل المزروعي تحت اشراف هلال العلوي، برونو رياس على ظهر أريج الغربية، أسياد قيادة تاغوشي تحت إشراف إريك لمارتينيل، بهجة الريف لإسطبلات العجبان تحت إشراف عبدالله حمادي وقيادة فرناندو كارا. بينة لنقابة الرحوم للسباقات أيضا أتمنى لك كل التوفيق تحت إشراف هلال العلوي بقيادة جورج بيكل. تانغو لسمو الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي تحت إشراف إبراهيم أصيل بقيادة سام هاتشكوت. فرح فرست لفيصل صديق المطوع تحت إشراف المدرب هاردي هوت كار. كل التوفيق للخيول المشاركة مشاهدينا الكرام. ننتقل بصوت وصورة للزميل عبد الله المعمر الذي نرحب في أول الأشواط. رأيك عبد الله؟ شكرا لك يا زميل العزيز مسعود محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حديث شيق حول سباق أبو ظبي الكلاسيكي المخصص مرات برستيج لمسافة 1400 متر، الحفل السادس من سباقات هذا الموسم هنا على مضمار أبو ظبي للفروسية، وبالتالي لدينا إف مرح، لدينا سارية، لدينا الحياة القرموشة وأريج الغربية بالإضافة لأسياد باجة الريف بينا، وأيضا تانغو فرح فرست وحسنة العرب حرة الريف، وكذلك لدينا ريان الريف سديدة أو سديدة شاجعان دوريوديم بالإضافة لصباح الريف. هذه الأسماء المتواجدة والمستعدة لهذه الانطلاقة. هنا الاستعداد النهائي إذن بالفعل هيبة توليد الإمارات مسافة الشوط 1400 متر، ولدينا بطبيعة الحال هنا أريج الغربية مع هلال العلوي بشعار السيد هلال علي السالمي مزروعي مع برونو ريس، دخول لخوسي سانتياغو بقيادة شاجيهان دوروديم مع هلال العلوي، كذلك للسيد علي إبراهيم عن عبد الله الحوسني، وبالتالي الاستعداد لهذا الانطلاق. شوط مخصص للمهارات، شوط ينتظر بشكل كبير. شاهدنا في هذا الشوط سابقا تألق وتعملق لخيول الأصايل وجاهزية إيريك لمارتينيل المدرب الذي يزج بأسماء كثيرة في هذه الأمسية بشعار الأصايل بشعار صاحب سمو رئيس الدولة تاغوشي في قيادة أسياد. لدينا أيضا الاستعداد النهائي، وبالتالي خالد نابودة كذلك شعاره يدخل باسمين كما هو الحال بالنسبة للمدرب العلوي بأكثر من اسم في هذا السباق لما يملك من أهمية حقيقة كبيرة لفئة المهارات وتوليد الإمارات التي أصبحت هذه الفئة تبحث عن أشواط كثيرة، والانطلاقة تأتينا هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء في هذه الصورة. لكن سقوط حقيقة شاهدنا لريان الريف ومارك موناغان، وبالتالي الانطلاقة كما نشاهد الآن في المقدمة تانغو بإشراف إبراهيم أصيل وسام هشكوت بشعار سمو الشيخ عبد الله بن مايد القاسمي، وأريج الغربية تقدم الآن بهذه الصورة الكبيرة والرائعة في المنافسة من خلف الشعار الأسود الخطير مرح وسارية بشعار خالد خليفة النابودة، بينما أيضا أنس السيابي يحاول عن طريق الحياة والقادم بهذه الصورة. لدينا بشكل كبير القرموشة قادمة مع أنطونيو فريزو وأسياد تحت الضغط بهذه الصورة الكبيرة، يضغط عليها من المهارات القادمات من المهارات الآتيات من المهارات العاديات، وبالتالي هنا مع هذا
الدوران الكبير، مع هذا الدوران الخطير. أريج الغربية من جهة، وآسيا والتانجو أيضا من جهة أخرى، ولكن لدينا بالفعل شد كبير، ولدينا دخول مثير. مرح بنت الكسب تبحث عن الكسب، تبحث عن الكسب بهذه الصورة مع ريتشارد مولن. خطير هذا الشعار، مثير هذا الشعار، مرح بشكل كبير، مدوي بستة أطوال. نعم، تأتي بهذه الصورة الكبيرة والقوية والمدوية، بينما تانجو في المركز الثاني مرح بالفعل مع ريتشارد مولن، مرح مع إيرسن تورتينيل، مرح بشعار خالد خليفة النابودة. بالفعل تظهر بهذه الصورة الكبيرة والقوية، مع سقوط، مع ظهور غير موفق لريان الريف ومارك مونغان، وبالتالي شوف السقوط، وهنا حسافة كبيرة من مارك مونغان، ولكن استطاعت أن تكسب الرهان، مرح هذه المورة القادمة بقوة. مشاهدينا الكرام، اذا برقم واحد اي اف مرح تفوز في هذا الشوط، وفي المركز الثاني تانجو مثل ما توقعت ورشحته مرح، ورشحته ايضا تانجو مرح في المركز الاول، تانجو في المركز الثاني، الى ان تاتينا كل النتائج. الان تصدق النتائج مشاهدينا الكرام. نتحمد السلامة للفارس مارك مونغان اللي وقع من ظهر ريان ريف من الخروج من البوابة، كان هناك نوعا ما خطأ في الخروج أو توتر أو حدث ما حدث، بس أهم شيء يكون مارك مونغان سليم، ويكون ريان الريف أيضا سليم مشاهدين الكرام. بس أبو أحمد، مارك مونغان حسافة كبيرة، عصب ضرب الحشيش وضرب الأرض، حزن على حزن، لأن هذا الشوط يعني يحسبون لحسبهم كجوكية كاسم، يعني أني أنا خذيت الشوط الكلاسيكي. أبارك حق خالد خليفة النابودة، الإنتاج الطيب اللي هو مرح ريتشارد مولن، يعني مثل ما تقول طلع بسلاسة ومسك زمام الأمور على بوابة 14. نعم، مثل ما ذكرت أنت قلت هذا ريتشارد مولن مو بأي جوكي، يعني. لا أنا أقولك يعني بيختار حصان اللي فيه عنده تشانس، وبعدين هل انه يقدر يجيب من البوابه 14؟ لا تنسى انه وايد سبرنت، يعني عندك ويبه وخدام ورا الخيل تانجو واريج، يعني خذوا زمام الامور من اول شيء، فتم تمسك بالرابع والثالث الرابع الثالث الرابع هو وسرايا، لكن اول ما بدوا ينطلقون اعرف كيف يفنش الحصان. التوقيت بعد وايد مبروك خالد النابودة، فوز بالكلاسيكي.